إلى لبنان، فأي حرب متوقعة لن يدفع ثمنها حزب الله فقط؟ فهذا واضح ليس فقط من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، بل من خريطة انتشار وسيطرة الحزب على مفاصل الحياة في لبنان. صحيفة تيليغراف البريطانية تقول إن حزب الله يخزن كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ الإيرانية بمطار بيروت، بما فيها صواريخ قصيرة المدى، صناديق كبيرة غامضة تصل على متن رحلات جوية من إيران لمطار بيروت منذ سنوات، قد يجعل هذا المطار هدفا لإسرائيل. تقول الصحيفة البريطانية نقلا على الاتحاد الدولي للنقل أنه يعلم منذ سنوات بتخزين حزب الله الأسلحة بمطار بيروت، لكن لا حول له ولا قوة لاتخاذ إجراء يوقف هذا الانتهاك لمطار مدني بالذات. موظفون بمطار بيروت أكدوا للتلغراف أن عناصر من حزب الله يمنعوهم من فحص أي صناديق قادمة من إيران.